بعد حوادث الاعتداء على السوريين في ولاية قيصر التركية، الائتلاف الوطني يعلن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين. بيان مشترك من جامعة غازي عنتاب ومنظمات المجتمع المدني السورية بشأن التطورات الأخيرة في قيصر وشمال سوريا. طائرة الأسد المفخخة تستهدف المدنيين في إدلب وريفها وتوقع جرحى وأضرارا في الممتلكات. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة إخبار المساء من قناة حلب اليوم. قرر الائتلاف الوطني السوري ونشطاء حقوقيون تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في ولاية قيصر التركية، فيما أكد الصحفي التركي أن هياكل سياسية مناهضة للاجئين كانوا سببا في تأجيج الاعتداءات الحاصلة بحق اللاجئين السوريين. التفاصيل في التقرير التالي. عقب يومين من أعمال الشغب والاعتداءات على ممتلكات السوريين في ولاية قيصر، الائتلاف الوطني ونشطاء حقوقيون عقدوا اجتماعا افتراضيا لمتابعة آخر المستجدات الحاصلة في ولاية قيصر التركية. الحضور اتفق على تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في المنطقة وبحث الاحتياجات العاجلة لضمان أمن اللاجئين واستقرارهم ومتابعة أوضاع المتضررين وإيصال صوتهم وطلباتهم وتوصياتهم للجهات المعنية في الحكومة التركية. الاعتداءات التي حصلت بحق اللاجئين السوريين كانت بتأجيج من هياكل سياسية مناهضة للاجئين كمنظمة جولن وحزب العمال الكردستاني، بحسب ما نقلته جريدة تركية عن الصحفي التركي يلماز بلجن، الذي أكد أن التخطيط كان واضحا من خلال استخدام معدات تخريبية منذ الدقائق الأولى، وأن بعض الحافلات الصغيرة التي تحمل لوحات اسطنبول ترجل منها ملثمون وأضرموا النار في بعض المحلات التجارية في ولاية قيصر. كيانات إعلامية سورية نددت بالأفعال التي طالت اللاجئين السوريين في المناطق التركية، داعية السلطات التركية لمحاسبة المتورطين في الأحداث الحاصلة، وهو ما أكده اتحاد إعلامي حلب الذي طالب بضرورة ضبط ما أسماهم بالتيارات العنصرية وضمان الأمن الاجتماعي للاجئ السوري مع منحه حقوق اللجوء الكاملة. تنضم إلينا السيدة إيناس نجار مديرة الاتصال باللجنة السورية التركية المشتركة تحدثنا من أنقرة. مرحبا بك معنا السيدة إيناس. هل هناك خطة زمنية محددة للبدء بمهام غرفة الطوارئ التي تم تشكيلها؟ جميعا، بالحقيقة كما تعلمون اللجنة السورية التركية المشتركة وبها رئيس الائتلاف وتابعة أصلا للائتلاف الوطني السوري، تم تشكيل هذه الغرفة التي تحدثتم عنها منذ اليوم الأول، ونحن في اجتماعات متواصلة وبشكل شبه متواصل نتحدث معهم بجميع التطورات، جميع الأخبار التي تصلنا من قيصري. وبنفس الوقت الآن قادات الرأي هناك هم في اجتماع مع الهجرة بطلب منا ليكون هناك ضغط أكثر للواقع، ومطالبة من الأشخاص بشكل مباشر مع هجرة قيصري ليروا ما هو الوضع وكيف سيتم التعامل مع الحالات التي شهدوها من تخريب واعتداء على الممتلكات، كيف سيتم التعويض، وأيضا ما هي آخر الأوضاع والمستجدات في قيصري. فلذلك نحن على تواصل مباشر معهم، شكلنا هذه الغرفة اليوم الأول للحادث وكان بحضور رئيس الائتلاف، ونحن على تواصل دائم معهم وأيضا في باقي الولايات التي شهدت بعض الحالات التخريب أيضا نتواصل. يعني هنا السؤال سيدة إيناس، السؤال هل هذه الغرفة مخصصة لقيصر أم لعموم المناطق
لا لا، هذه الغرفة القيصري فقط، يوجد بها قادات رئيم القيصري فقط، ولكن يوجد غرفة في غازي عنتاب أيضا تواصلنا معهم، وفي باقي الولايات نعمل رصد لهذه المشاكل، وأيضا هناك حالات، يعني أي حالة تصلنا لأي حالة اعتداء نتم التواصل مع الجهات المعنية حسب هذه الحالة. آليات التواصل والتنسيق، يعني سواء من اللاجئين السوريين معكم أو حتى من قبلكم مع إدارة الهجرة، نبدأ ربما بالتواصل من اللاجئين مع هذه الغرفة، كيف ستتم عبر الآليات، أي آليات؟ نحن تواصلنا مع الجهات المؤثرة، مع الأشخاص المؤثرين والذي لهم صوت ومجموعات بقيصري، اجتمعنا معهم في اليوم الأول ويتحدثون لنا بنقلا من الغرف التي هم أعضاء بها، ويخبرونا بما هي المستجدات وأين ممكن أن يكون التأثير وما هي الحاجات الأكثر ضرورة أولا بأول. أشكرك يا سيدة إيناس نجار، مديرة الاتصال باللجنة السورية تركيا المشتركة، حدثتنا من أنقرة. هذا وقالت وزارة الداخلية التركية إنها اعتقلت قرابة 500 شخص ممن شاركوا بالاعتداء على ممتلكات السوريين في تركيا، فيما دعت مؤسسات سورية لضبط النفس في الشمال السوري وعدم الانجرار نحو العنف. التقرير والتفاصيل. رغم محاولات الحكومة التركية احتواء أعمال الشغب والاعتداءات ضد السوريين في ولاية قيصري، إلا أن أحداثا جديدة شهدتها الولاية ليعيش السوريون ليلة عصيبة أخرى. تسعى تركيا إلى عدم تمدد الحالة في قيصر وخارجها، مع إعلان وزير الداخلية التركي اعتقال 474 شخصا قال إنهم شاركوا بأعمال غير قانونية ضد السوريين. جاء ذلك عقب أن شهدت مدن وولايات أنطاكيا والريحانية وقونيا وأنطاليا وغازي عنتاب وكلس واسطنبول عدة تجمعات وثقت خلالها حالة اعتداء على ممتلكات سوريين بشكل محدود. الواقع داخل تركيا بات أكثر حساسية مع تفاقم الاحتجاجات في الشمال السوري التي خرجت بالأصل حمية للسوريين في قيصري ورفضا لمحاولات التقارب التركي مع الأسد، ثم ما لبثت أن تحولت لحالة احتجاجية أوسع وصلت لنقاط حرجة وراح جراءها ضحايا سوريون. الحكومة التركية تتولى إدارة الأزمة الحاصلة في الداخل التركي، عمليات اعتقال وبحث عمن حرضوا ضد السوريين، إلى جانب استنفار قواتها الأمنية لمنع تفاقم أي حوادث قد تحصل، إلى جانب مواقف لمنظمات تركية استنكرت ما أسمتها بالفتنة الحاصلة بين الشعبين. أما في داخل سوريا فقد صدرت بيانات عدة من فصائل تطالب بضبط النفس والتهدئة، وهو ما توافق مع محتوى بيانات للحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع والمجلس الإسلامي السوري وشخصيات سورية عدة، جميعهم طالبوا بالتهدئة وضبط النفس مع التأكيد على حق التظاهر السلمي ضمن ضوابطه وقوانينه التي تتوافق مع قيم الثورة السورية. الانجرار وراء الفتنة يجر علينا فتنة أكبر وأعظم وخسائر أفدح بكثير، ولذلك يجب على الإخوة السوريين أن يضبطوا أعصابهم وأن يأخذوا الأمور بالحلم وسعة الصبر. تبتعد المؤسسات السورية والحكومة التركية عن خطاب التصعيد والحقن الشعبي لإدارة ملفات حساسة في منطقة لا يطالب ساكنوها سوى بالاستقرار والعيش بحرية وكرامة. ينضم إلينا بدر كجك مراسل حلب اليوم، يحدثنا من الشمال السوري، مرحبا بك معنا بدر. كيف تبدو الأوضاع الآن في الشمال السوري؟ نعم إبراهيم، الأوضاع في الشمال السوري هي مشابهة تقريبا ليوم أمس الذي سبقه يوم من الاحتجاجات التي تطورت في المنطقة في عموم ريفي حلب الشمالي والشرقي لتصبح احتجاجات واشتباكات بين شبان مسلحين وجانب أيضا آخر. هذه الاشتباكات تداعياتها لا تزال إلى هذه اللحظة إبراهيم، قطع الإنترنت لا يزال في عموم مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي،
إلى هذه اللحظة بدون معرفة الأسباب الحقيقية لإيقاف خدمة الإنترنت عن الأهالي والمدنيين في عموم مناطق ريفية حلب الشمالي والشرقي، خصوصا في منطقتي الباب وجرابلس، وأيضا النت يكون متقطعا بعض الأحيان في منطقة عفرين وإعزاز. بحسب أصحاب الشبكات أن الجانب التركي هو من قام بإيقاف خدمة الإنترنت لأسباب لا يعلمها أصحاب شبكات الإنترنت، وقالوا أن الخدمة ستعود إلى العمل اليوم مساء أو يوم غد بحسب ما صرحوا لنا. طبعا بالنسبة لحركة الأهالي وحركة المدنيين إبراهيم، عادت تدريجيا إلى ما كانت عليه سابقا وسط خوف من الأهالي وانتشار بعد حواجز الجيش الوطني لضبط المنطقة وأيضا المعابر الحدودية مع تركيا. البعض من هذه المعابر عاد إلى العمل بشكل طبيعي، منها معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا وأيضا معبر باب السلامة منذ قليل أتوقع، وربما سيدخل دفعة من الحجاج الذين ذهبوا لقضاء فريضة الحج وعادوا اليوم، سيتم إدخالهم من معبر باب السلامة. معبر هناك الحدودي، نعم إبراهيم. بدر، هناك استنفار في مدينة عفرين، هل وردت أي معلومات حول ذلك، أسباب هذا الاستنفار؟ نعم إبراهيم، بالفعل الاستنفار في مدينة عفرين منذ صباح اليوم استنفرت معظم فصائل الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين متأهبة في حال حدوث أي خلل أو أي اشتباك في المدينة لضبط المنطقة أمنيا وفي منطقة عفرين بالتحديد. هناك معلومات عن خروقات ربما تكون لقسد أو غيرها أو غيرها من جهات أخرى في داخل المدينة لتستغل هذه الظروف. أيضا البعض بعض النشطاء رجح أن هذا الاستنفار هو تمهيد لحملة اعتقال ربما تشنها الفصائل المتواجدة هناك بحق شبان خرجوا بمظاهرة قاموا باستخدام السلاح في منطقة في مدينة عفرين، خصوصا عند دوار الساري الذي شهد اشتباك بين عناصر من الجيش التركي وشبان مسلحين. أيضا هذا الاستنفار إبراهيم جاء بحسب ما صرح لنا بعض القادة في منطقة عفرين أنه الهدف الرئيسي من هذا الاستنفار هو ضبط المنطقة هو لمنع حدوث أي خلل أو خرس أمني. نعم إبراهيم، أشكرك بدر كجك مراسل حلب اليوم، حدثتنا من الشمال السوري على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. عقدت رئاسة جامعة غازي عنتاب التركية اجتماعا ضم شخصيات من منظمات المجتمع المدني السورية لتقييم الأحداث الأخيرة التي وقعت في تركيا والشمال السوري، وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه على ضرورة التهدئة ومحاسبة المتورطين بأعمال الشغب. نحن الآن داخل القاعة في جامعة غازي عنتاب في رئاسة الجامعة، حيث اجتمع عدد من المنظمات المجتمع المدني السورية مع نائب رئيس جامعة غازي عنتاب الدكتور مصطفى ساريبك، وأيضا عدد من المسؤولين في الجامعة جامعة غازي عنتاب. كان هذا الاجتماع بهدف تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا والشمال السوري، ويعني أهم هذه الأحداث هي أحداث قيصري والتي تم بها الهجوم على ممتلكات السوريين، وأيضا كان هناك أحداث في الشمال السوري، وتم إصدار بيان مشترك من جامعة غازي عنتاب والجمعيات المدنية السورية. أهم ما جاء في هذا البيان التأكيد على أخوة الشعبين السوري والتركي وأنهما شعب واحد في بلدين مختلفين، وتحدث أيضا على الأخوة التي جمعت الشعب التركي والعربي وسواء الأتراك والعرب والأكراد والشركس وغيرهم في هذه المنطقة. كما يعني تحدث وأشار البيان لوجود منظمات إرهابية سواء موجودة في تركيا أو حتى خارج الحدود التركية عملت على تأجيج الفتنة، هكذا وصف البيان، بين الشعبين السوري والتركي. تسبب قطع السلطات التركية لخدمة الإنترنت منذ 3 أيام عن عدة مناطق في الشمال السوري بأضرار كبيرة على عدة قطاعات وتعطل العديد من المصالح وقطع التواصل بين الأهالي.
قطع الانترنت خصص في منطقة عزاز سبب كثير مشاكل، عدم تواصل مع الاهل مثلا. يعني انا هلا انا موجودين اهلي في ادلب، انا كطالب موجودين اهلي في ادلب ما نون اخذين فكرة عن عزاز انه نحن هلا عم نموت، هذا الشيء مو صاير. انقطاع النت سبب لنا كثير مشاكل، دوامنا في الجامعة مثلا، الطلعات الفوتات، نحن بدون نت ما عم نحسن نتحرك خالص. فتحوا لنا النت هلا مجال بسيط، العالم عم تيجي مسافات بس مشان تفتح نت تطمن اهلها على حالها. ايش مشان هيك نرجو انه يزبط الامر وتطلعوا بهالامر، هذا اهم من كل شيء. هلا قطاع الانترنت اثر علينا بشكل كبير بالنسبه للتواصلات، بالنسبه للدراسه، بالنسبه للجامعه، بالنسبه للتواصل بين الزملاء والدكاتره طبعا اكثر شيء، لانه ما عم نعرف ايمت موعد الامتحانات، وبالنسبه للمواصلات، واكثر شيء للمقررات والمحاضرات اللي عم تنبعت على المجموعات وموعد الجلسات، يعني اكثر شيء هذا بالنسبه لنا. وبالنسبه لهيك انه النت هو الحياه بالنسبه للشعب. والله اضرار كل شيء، يعني التواصل الاجتماعي، انا هلا زلمه مرحل شلون بدي اتواصل مع عيالي مع اولادي؟ تلاقي مصروفي بيجي من هنيك، كثير مثلي يعني مرحلين انا هيك نفس الوضع. أثر كثير، يعني مثلا أنا إذا بدي أحكي مع واحد بدي أروح لعنده ما بعرف وينه، ما بحسن بتواصل مع حدا، مع أهلي، مع قرايبي في تركيا ما بحسن بتواصل، ما عم نعرف ايش عم بصير معه، يعني تضرر الشعب كثير من هالقطاع، بدنا حل هذا الشيء. حدث انقطاع كبير بين الإعلاميين، المفروض تكون يعني شبكة التواصل بفعالية عالية خلال هاي الأزمة اللي عم تمر فيها المنطقة، من تغطية الحراك، من توقف عدد خدمات على الطرق، كذا كذا، التواصل مع المناطق الأخرى. صراحة كان التواصل بين الإعلاميين جدا ضعيف بسبب عدم وجود الإنترنت. الغرف خلال يومين الحديث عليها جدا جدا قليلة، الوسائط اللي أرسلت كان جدا ضعيفة، الإعلاميين بشكل عام ما قدروا يحملوا أغلب المواد اللي سجلوها من يوم الاثنين لليوم. طبعا هذا الحكي ما عم نحكي على إعلامي أو اثنين أو ثلاثة، عم نحكي عن أكثر من 200 إلى 300 إعلامي قاموا بتغطية الأحداث والمظاهرات والفعاليات، وما لحق هذا الموضوع من تبعات وما قدروا يتواصلوا أبدا مع مؤسساتهم الإعلامية للنشر. شهدت بعض المعابر الحدودية بين الشمال السوري وتركيا عودة جزئية للعمل، في حين لا يزال بعضها مغلقا بشكل تام منذ 3 أيام، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة مناطق في الشمال السوري. لليوم الثالث على التوالي من بعد الاحتجاجات التي شهدتها مناطق الشمال السوري، يستمر إغلاق بعض المعابر الحدودية وعودة لبعضها الآخر بشكل جزئي مع الجانب التركي. بالنسبة لمعبر باب الهوى الحدودي والذي يربط مناطق إدلب بالجانب التركي، بدأت العودة التدريجية لحركة دخول وخروج المدنيين عبر المعبر بعد توقفها خلال الأيام الماضية أمام الحركة المدنية والتجارية. بالنسبة لمعبر الحمام الذي يربط مناطق غصن الزيتون بالجانب التركي، شهدت اليوم عودة طبيعية لحركة تفريغ الحمولة التجارية في ساحة المعبر، وعودة أيضا للحالات الإنسانية. بالنسبة لمعبر باب السلامة الحدودي والذي يربط معبر عزاز مع الجانب التركي، ما يزال حتى اليوم مغلق تماما، ولكن شهدنا دخول لبعض الموظفين الأتراك إلى الداخل السوري وبعض المجنسين. من المتوقع اليوم أيضا دخول قافلة للحجاج من معبر باب السلامة. بالنسبة لمعبر الراعي، ما يزال حتى اليوم مغلق تماما أمام الحركة التجارية والمدنيين، اقتصرت الحركة على دخول العسكريين فقط. أما بالنسبة لمعبر جرابلس الحدودي فقد شهد أيضا اليوم حركة طبيعية وعودة الحركة الطبيعية في معبر جرابلس أمام حركة المدنيين والسماح للمدنيين الذين انتهت إجازاتهم في الداخل السوري وعودتهم إلى الجانب التركي. نشاطنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. يخدم سوريين وأتراك تدشين أكبر مشروع لزراعة القوقعة للأطفال بالعالم في تركيا. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة مفخخة تابعة لقوات الأسد سيارة مدنية على محور مجدلية بريف إدلب الجنوبي بحسب مراسل حلب اليوم.
وقال المراسل إن الفصائل المقاتلة تمكنت من إسقاط مسيرة أخرى أطلقتها قوات الأسد على ذات المحور. وأمس الثلاثاء تعرضت سيارة مدنية في قرية آفس شرقي إدلب لهجوم من قوات سلطة الأسد. ينضم إلينا أحمد يد مراسل حلب اليوم يحدثنا من إدلب. مرحبا بك معنا أحمد. ما هي حصيلة ضحايا استهدافات الطائرات المسيرة في المنطقة؟ هل هناك أي جهة تحدثت عن أرقام محددة؟ نعم إبراهيم، استهدفت قوات الصينيين في قرية مجدلية جنوب إدلب. الاستهداف كان بأربع طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط ثلاثة منها من قبل غرفة عمليات الفتح المبين. طبعا أدى الاستهداف الرابع إلى إصابة مدني بجروح خفيفة بحسب الدفاع المدني السوري. أيضا استهدفت قوات سلطة الأسد اليوم عدة قرى وعدة بلدات في إدلب الجنوبي، منها الفطيري ومحيط قرية البارة ومحيط قرية كنصفرة وقرية أرويحة وأيضا قرية مجدلية بالمدفعية وراجمات الصواريخ. أيضا في ريف إدلب الشرقي استهدفت قوات سلطة الأسد جامع في مدينة بلدة آفس دون وقوع إصابات بحسب الدفاع المدني السوري. أيضا في ريف حلب الغربي كان هناك رمايات مدفعية وصاروخية استهدفت قرى كفر عمّة وكفر تعال والقصر. أحمد، هل الاستهدافات تتركز على المناطق القريبة من نقاط التماس أم تم يعني تسجيل حالات خارج هذه النقاط؟ نعم إبراهيم، أغلب الاستهدافات أو نستطيع أن نقول 90% من هذه الاستهدافات هي على الخطوط القريبة من خطوط التماس. بالنسبة لقرية مجدلية هي قرية مدنية مأهولة بالسكان، تم استهدافها اليوم بطائرات مسيرة مفخخة. أشكرك أحمد ياد مراسل حلب اليوم حدثتنا من إدلب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في دانت باتل إن المحادثات المرتقبة بين تركيا وسلطة الأسد يجب أن ترتكز على ضرورة اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين. وأكد باتل على أن موقف الولايات المتحدة واضح بأنها لن تطبع العلاقات مع الأسد في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي في سوريا، وأشار إلى أن بلاده أخبرت شركائها الإقليميين بأنه يجب على سلطة الأسد التعاون في العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254. أدى ارتفاع أسعار صهاريج المياه في مخيمات الشمال السوري إلى تفاقم معاناة النازحين ودفعهم لشرائها على نفقتهم الخاصة، وذلك بعدما كانت المنظمات الإنسانية تقوم بتشغيل مشاريع ضخ المياه وتوفيرها. ارتفعت أسعار صهاريج المياه في مخيمات الشمال السوري لتتفاقم معاناة النازحين عقب اضطرارهم إلى شراء المياه على نفقتهم الخاصة نتيجة لتوقف الدعم عن معظم مشاريع المياه التي كانت تقوم على تشغيلها المنظمات الإنسانية، ما جعلهم يواجهون ضغوطا مالية وصعوبات في تأمين أبسط احتياجاتهم. عم يجينا الصهريج 250 ليرة، عم يكون كل صهريج خزان 4 براميل عم يكلفنا 50-60 ليرة عم نعبي، عم ندبر حالنا مسرقة 20 لتر من هون 10 لتر مي حتى يجينا الصهريج، وما فيها صهريج من دغري دغري تلفون بيقول لك نص ساعة ساعة بيجيك، بيروح ساعتين ثلاثة لحد يجينا على المخيم اللي كنت لنا مي لنا ولجيراننا، يا هالساعتين ثلاثة شوب حريق. يجد سكان المخيمات أنفسهم في موقف صعب، إذ أن غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ويواجهون مصاعب مسبقة في تأمين الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء. يعني مبين يعني شيء مكلف، عنا أجار مي بس عم ياخذوا 50 ورقة، وعندك مضخة بدها 50 ليرة بس كل نقلة، ما عدا المازوت ها صار 100، بيجيك المازوت ما بدك 5 لتورة من البير لهون، شقد بيضل لك؟ ما بيضل لك شيء، يعني شيء رمزي 50 ورقة، يعني مثل اللي عم تشتغل لتاكو انت كمان.
نحن هون بمخيم مشاهد البرا عدد سكاننا عدد العائلات 70 عائلة غير مخدم من المياه. يعني صرنا هون بركن 3 سنوات نشتري الصهريج المي 5 براميل مشترى. سعر الخزان 50 ليرة. طبعا الخزان 5 براميل. نحن موجه رسالة يعني للمنظمات لأي شخص بيحسن يساهم بهذا الأمر، يعني يبكي بيخدم هذا المخيم. نحن هون مخيم شهداء البارة بالمياه، بضخ المياه على المخيم أو صهاريج، يتوفر صهاريج مثلا. غياب الدعم عن تأمين المياه النظيفة للنازحين في مخيمات الشمال السوري يتسبب بانتشار الأمراض المعوية والجلدية مثل الكوليرا والليشمانيا والجرب خاصة بين الأطفال. يناشد النازحون في مخيمات شمال غرب سوريا جميع المعنيين والمسؤولين النظر في أحوالهم الصعبة والعمل على تأمين المياه. محمد حميدان، حلب اليوم، ريف إدلب الشمالي. دشنت المملكة العربية السعودية في ولاية غازي عنتاب تركيا مشروع سمع السعودية لزراعة القوقعة للأطفال في العالم. وحضر تدشين المشروع كل من الدكتور عبد الله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووالي غازي عنتاب. ويعد سمع السعودية أكبر مشروع إنساني تطوعي من نوعه ويخدم أكثر من 900 طفل سوري وتركي. بهذا نصل إياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب تودي تي في.نت. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.